السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عندنا الحلقة الثالثة من الكومبوزيت ريستوريشنز او الكومبوزيت مديول اللي احنا هنعمله، اللي هو بارت من الفري ريستوراتيف كورس. محتاج بس اخد منكم كونفرميشنز على ال محتاج منكم اخد كونفرميشنز على الصوت بتاعنا، اخباره ايه؟ احنا كنا قايلين ان المحاضره هتتعمل بس بدري النهارده شويه، وهتفضل موجوده لغايه التوقيت بتاع ميعاد المحاضره، عشان الناس اللي كانت مرتبه شغلها وعارفه ان هي بتشتغل مثلا او واخده ميعاد المحاضره اللي هو بيكون في وقت معين، فاحنا هنحافظ على نفس التوقيت عادي بدون اي مشكله ان شاء الله. احنا النهارده ان شاء الله بامر الله واذنه هنتكلم شويه عن الانتيريورز. اخترت بس في الجزء بتاع الانتيريور ده الجزء الخاص بالفينيشنج اند بولشنج، انه ان احنا نكون كملنا الجزء اللي فات من البوستيريور، يعني الفينيشنج والبولشنج بتاع الكومبوزيت عامه بيكون حاجه واحده، وبالتالي لو احنا شرحنا الجزء الخاص بالفينيشنج والبولشنج هيبقى احنا غطينا جزء كبير جدا. ومنها ان احنا نعمل كيس ديسكشن لحالات انتيريورز، جايب 3 حالات في الانتيريور تقريبا فيهم كل الكالر ريسبي اللي احنا ممكن نستخدمها، او الكلينيكال سيتويشنز اللي احنا ممكن نقابلها لو كان حاجه صعبه او لو كان حاجه ستريت فورورد، تمام؟ وهتبقى الديسكشن فيها بشكل افضل واحسن ان شاء الله. لسه بقول يا شباب اللي بيبعتوا لي بس رسائل، والله احنا اللايف ان شاء الله هيستنى لغايه ميعاد المحاضره، مش هنشيله خالص غير في ميعاد المحاضره، وبحيث ان اللي ما شافش اللايف دلوقتي يشوفه في الميعاد المعتاد زي كل يوم عادي، ما فيش اي مشكله خالص. يعني الساعه 11 هتيجي حضرتك تلاقي اللايف موجود، ما فيش اي مشكله، تمام؟ ان شاء الله بامر الله واذن. طيب عايز بس كونفيرم على ان الصوت بتاعي شغال تمام. اللي ما شافش اللايف دلوقتي يشوف في الميعاد المعتاد الساعه 11 هتيجي حضرتك تلاقي اللايف موجود، ما فيش اي مشكله، تمام؟ ان شاء الله بامر الله واذن. عايز بس كونفيرم على ان الصوت بتاعي شغال تمام كده. طيب احنا الورك فلو في حالات الانتيريور بتاعنا بيكون مقسم لشويه اجزاء، بدايه من ان حضرتك تبدا تعمل اناليسيس للكيس اللي موجود عندك، وبعد كده تبدا تعمل الاناليسيس ده من الحاجات المهمه جدا، وبعد كده بتبدا تعمل شيد سيلكشن، وبعد كده بتبدا تعمل ايزوليشن والبيفل البوندنج ال 3 دي ليرنج بيلد اب سوري، وكمان الفينشنج والبولشنج، وفي النهايه توصل للمينتيننس بتاعت الكيس عشان تبدا تشوف الفولو اب بتاع الكيسز بتاعتك بدون اي مشكله. خلينا طبعا انا هخش على الفينيشنج والبولشنج على طول، بس انا هرجع للبروتوكول كده اتناقش فيه في شويه حاجات بسرعه، وبعدين نرجع نعيد الجزء ده تاني. في البدايه خالص انا حابب بس الاول اتكلم على نقطه الاناليسيز دي. الاناليسيز دي مهمه جدا جدا جدا، خاصه في الحالات بتاعه كلاس 4. ايه؟ لما يجي لك بيشنت عنده فراكشر في التو سنترالز، ده ممكن ياثر بشكل كبير على الفوناتكس بتاعه البيشنت، مش بس بيأثر على الشكل الجمالي، هو كمان بيأثر على الفوناتكس بتاعت البيشنت. يعني تلاقي البيشنت عنده ويسبلينج، يعني تيجي تتكلم في الحروف اللي موجوده عنده تلاقي عنده زي صفاره كده خفيفه بيسف كده. ليه بالبيشنت او ليه بيحصل الامر ده؟ بيحصل الامر ده علشان طبعا انت عارف الوضعيه بتاعت الابر سنترالز في الاوفر جيت والاوفر جيت الاوفر جيت والاوفر بايت مع اللور انتيريورز، لما بيحصل فراكشر بيكون في فراغ كبير ما بين الاسنان، فده بيطلع كميه هواء كتير وهو بيتكلم، وبالتالي بيبدا يعمل ويسبلينج. ده يخليك تاخد بالك من نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه ان انت وانت بتعمل حالات بتاعت كلاس 4 تاخد بالك كويس جدا من الاوفر جيت والاوفر بايت. والاوفر جيت هي المسافه ما بين البلاتال سايد بتاع اللور، البلاتال سايد بتاع الابر انتيريور، والليبيال سايد بتاع اللور انتيريور. المسافه دي بتكون وزن 1 ل 2 ملم. طيب ده بالنسبه للاوفر جيت. طب الاوفر بايت، الاوفر بايت اللي موجوده عندك هي قد ايه الابر سنترالز مغطيه من اللور سنترالز، وده بيتحكم فيه عن طريق اللينس بتاع الاسنان بتاعتنا. في العادي بيكون اللينس بتاعنا وفي العادي بيكون اللينس بتاعنا
وان ثيرد، يعني الابر سنترالز دي تكون مغطيه تقريبا وان ثيرد من اللور سنترال. النقط دي بتبقى نقط مهمه خاصه لو انت بتتعامل مع مالتيبل دايستما، برضو كمان لو انت بتشتغل حالات سمايل ديزاين في الفينيرز، دي برضو من النقط المهمه جدا اللي تاخد بالك منها. عشان كده واحنا بنعمل الدياجنوستيك واكس اب، لما اخد العيان امبريشن، لما بيجي لي كيس عايز ابدا اعدل اللينس والويدث بتاع الانسايزر بتاعتها، بفضل دايما ان انا اخد دياجنوستيك، اخد برايمري امبريشن. البرايمري امبريشن ده اعمل عليه واكس اب، ابني عليه واكس اب للشغل اللي انا متخيله، تمام، وانا يعني شايف ان انا ده الانسب شيء للعيان. وابدا اشوف والله بعد ما حطيت الويدث واللينس بتاع الاسنان وظبطت الدنيا بتاعتها دلوقتي، هل البيشنت هنا هيبقى ساتسفايد ولا لا، هل الريشوز زي ما احنا بنتكلم عليها الكراون على الروت مظبوطين ولا لا، اند سو اون. طيب لما نيجي نتكلم بعد كده على ده فكره الاناليسز، ودي نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. الاوكلوجن كمان من الحاجات المهمه جدا، كتير نعمل حالات كلاس 4 يحصل فيها فراكشر او يجي لك البيشنت بعد كده بسبب ان هو يقول لك الحشوه وقعت يا دكتور. مهم جدا ان انت تاخد بالك ان البيشنت اللي عندهم بارا فانكشنال هابتس، يعني مثلا بيعض على ضوافره او عنده نيل بايتنج او عنده بروكزيزما او عنده كلينشنج، الحاجات دي ممكن تاثر مع على الريستوريشنز بتاعتك، وممكن تخلي العيان يكسر الريستوريشنز اللي موجودة عندك. ده برضو من الحاجات المهمة جدا في الاوكلوجن تاخد بالك منه. ونفس الكلام لو انت بتتعامل مع بيشنت عنده ايدج تو ايدج ونازل دايركت فورس على الاسنان، او لو بتعمل لبيشنت انتيرير كومبوزيت وهو اصلا ما عندوش بوستيرير ستوبر، يعني ما عندوش مولرز، يعني بيعض على الانتيرير تيس، حتى ايفن لو هتعمل له كراونز ويجي في النهاية عض ايدج تو ايدج، ممكن يحصل فراكشر او كده في لود كبير نازل على الانتيرير. ده النقطة بتاعت الاناليسيس. اما بالنسبة للنقطة بتاعت الشيت سيليكشن، خلينا نتكلم في موضوع الشيت سيليكشن على الكيسز هيبقى افضل احسن. طبعا بنعمل ايزوليشن، البيفل بتاعنا دايما بيكون لونج فيشيال بيفل، باخد من 1 ل 2 مللي من على الليبيال سيرفيس. دايما احب ان البيفل بتاعي بيكون من 1 ل 2 مللي انسايزو سيرفايكال، الدبس بتاعي بيكون تقريبا 1 ملم علشان يسمح بالكومبوزيت اوفرلاي فوق البيفل اريا، ودي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. هو مش ان انا بجيب البير واقعد اعمل زي راونديشن كده، لا لا لا، انا عايز حضرتك تشيل من التوس ستراكشر بما يعادل 1 ملم عشان تدي فرصه للكومبوزيت خاصه الدنتين ان هو اوفرلاي على البيفل اريا دي، فيقدر يعمل بليندنج للمارجن زي ما اتكلمنا في البوندنج. والبوندنج هو نفس فكره البوندنج اللي احنا اتكلمنا عليه في البوستيرير تيس، تمام، الالكتيف اتشنج، استخدام اليونيفرسال بوند، ساند بلاستنج، من الحاجات المهمه اللي ممكن تساعدك وتزود البوند سترينث بتاعتك، البيلد اب واللاير والفينشنج والبولشنج. خلينا نركز شويه على 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 خطوات الفينشنج والبولشنج، علشان برضو البروتوكول ده بتاع الفينشنج والبولشنج هو نفس البروتوكول اللي احنا بنستخدمه في هو نفس البروتوكول ان احنا بنستخدمه في البوستيريور. يمكن هنا اكتر سنه صغيره، بس انا برضو هقول لكم اقف لغايه فين في البوستيريور ولا ونكمل ايه. دايما في الفينيشنج بيبقى فيه هنا نقطه مهمه جدا، لو انا بتعامل على بوستيريور تيس انا يهمني حاجه واحده بس، ان انا اشيل الاكسس من الكومبوزيت ده في البوستيريور، اشيل الهاي بوينتس، تمام. طيب وفي الانتيريور؟ لا، في الانتيريور مش بس بشيل الاكسس، يمكن الهاي بوينتس بتبقى قليله مقارنه بالبوستيريور او تكاد تكون مش موجوده في بعض الكيسز، ولكن اللي يهمني اكتر هنا هو ان انا ابدا احدد السيرفيس تكتشر بتاعي، شكل الديبريشنز والاليفيشنز والناتشرال لوك بتاع التوس. دي النقطه المهمه جدا ان احنا محتاجين ناخد بالنا منها، ترانزيشنال لاين انجل، اماكن اللايت ريفليكشن، الراونديشنز في الانجلز بتاعتك سواء بقى الميزيو انسايزل او ديستو انسايزل، كل النقط دي لما بتتجمع مع بعضها بتدي لك الناتشرال لوك بتاع الاسنان مع بعض. طيب خلينا نبدا باول حاجه خالص، هي ان احنا بنعمل التوس بينز تروماتيك فينيشنج. طيب حاضر يا دكتور طه. البلينز اللي بتبقى موجوده عندي دايما لما اجي ابص على التوس ما بتكونش واخده كيرف، ما تكونش قصدي نازله ستريت، لا بالعكس بتكون واخده شويه كيرفيتشر، والكيرفيتشر ده بيكون مديها الكونفكستي بتاعت الاسنان. انا اعمل ده ازاي؟ بعد ما خلصت البيلد اب بتاعي بقسم التوز بتاعتي ل 3 ثيرد. لما بقسم التوز بتاعتي ل 3 ثيرد كده بيكون عندي ثيرد انسايزل،
ثيرد ميدل وثيرد سيرفايكل. باجي دلوقتي حركة ايدي دايما بتكون في الانسايزال ايدج ده بتكون 45 ديجري ناحية السنان اللور انتيريورز، يعني ايدي بتبقى عاملة كده. طيب لما باجي ادخل في الجزء الميدل بتكون ايدي ماشية زيرو انجل، لما اجي اخش على الجزء السيرفايكال بتكون 45 ديجري ناحية الجينجبا. اذا في النهاية هتبقى الجزء ده واخد شكل الايه؟ الكونفكس بروفايل. الحاجات المهمة جدا ان انت بعد ما بتخلص من الحاجات المهمة جدا من الحاجات المهمة جدا انت تاخد بالك منها بعد ما تخلص، ان انت بتعمل ده باستخدام بير، البير بتاعك يكون فينيشنج بير سواء كان يلو كودد او ريد كودد على الهاي سبيد عادي، ولكن حاول دايما ما تعملش فول بريشر على الفود كنترول. عارف انت اللي انت تحاول تتحكم ببساطة كده في الفود كنترول بحيث ان السرعة بتاعتها تبقى قليلة شوية كأنها لو سبيد يعني. طيب مهم كمان بعد ما اخلص ان انا ابدا استخدم الديسك وامشي من اول السيرفايكال اريا لغايه الانسايزر اريا. طب الديسك لازمته ايه؟ ان ما يبقاش في اي ستيب ما بين الثري ثيردز دولت، تبقوا منزلين هوموجينس وما يبقاش فيهم اي ستيب انت تقدر تحددها او تشوفها. طيب الترانزيشنال لاين انجلز هي الانجل او اللاينز اللي بتكون ما بين الليبيال سايد وما بين البروكسيمال سايد. اللاين ده في الحته دي كده بالظبط، هو ده الليبيال سايد وده البروكسيمال سايد. اللاين ده دايما بيكون راوندد، ودايما اللاين ده بيكون اماكن اللايت ريفليكشن، وده كمان اللاينز اللي بنقدر نتحكم فيها في الويتس بتاع الاسنان. عايز اصغر السنان شويه، عايز اصغر السنان شويه، ساعتها ببدا اخلي التو لاينز دولت قريبين من بعض. عايز اعرض الاسنان شويه اخلي التو لاينز دولت بعاد عن بعض شويه، وبالتالي ده يقدر يخليني او يديني اريحيه في 1 ملم في ان انا ازود الويتس بتاع الاسنان بتاعتي. اذا هو اكتر حاجه بناخد بالنا منها في ترانزيشنال لاين انجلز دي حالات الدياستما. وانت بتشتغل حالات الدياستما الترانزيشنال لاين انجل هو الكي اوف سكسس. لو انت عايز تطلع الناتشرال لوك بتاعك مظبوط وكانك ما عملتش اي حاجه خالص، فانت لابد ان انت تهتم بالتو ترانزيشنال لاين انجلز في كل سنه، خليهم ايكوال يعني هنا قد هنا وهنا قد هنا، هتلاقي في النهايه السنتين دول طلعوا شبه بعض بشكل كبير جدا. ودايما لما تشتغل حالات فيها فول ماوس او انتيريور ابر انتيريور مثلا بتبدا من اول الكناين للكناين، يفضل ان انت لما تعمل الترانزيشنال لاين انجل والفينشنج تعمل الكناين مع الكناين واللاترال مع اللاترال والسنترال مع السنترال، وتقيس المسافه اللي ما بين الترانزيشنال لاين انجل هنا والترانزيشنال لاين انجل هنا، المفروض تكون مساويه للمسافه اللي ما بين الترانزيشنال لاين انجل هنا والترانزيشنال لاين انجل. دايما الترانزيشنال لاين انجل بنعمل الراونديشن ده بالديسك، وممكن تستخدم البير، والبير هنا بتبقى التب بتاعت البير بالراحه قوي، او الديسك نفس الكلام التب بتاعت الديسك. يفضل دايما وانت بتشتغل بالديسك الاول خليك في الديسكات الخضراء والصفراء. لو انت في الاول لسه ما اتعاملتش مع الديسك وما تعاملتش مع الديسكات قبل كده، فيفضل ان انت تبدا بالاصفر والابيض، لان الديسك دايما على قد ما هو حاجه كويسه جدا الا ان هو لو دخل منك بسرعه جدا هتفوجئ ان ممكن يفتح الكونتاكت بتاعتك. خطوه ثالثه في الفينيشنج ان انت تبدا تعمل السيرف ستيكتشرز بتاع السكندري اناتومي. بتاع السكندري اناتومي ده اللي احنا بنتكلم عليه بيكون ال التو ديبريشنز اللي بيبقوا موجودين في توس، على حسب طبعا هما بيكون تو ديبريشنز، واحيانا بعض التيس بتكون 3 ديبريشنز. ولو بنتكلم على السنترال زي ما بيكون عندي مينلي تو ديبريشنز، بيقسموا السنه ديت ل 3 ثيرد، اكبر ثيرد فيهم هو الديستال. طريقه الرسم بتاعتهم ببساطه جدا ان بيكون فيهم واحد اطول من الثاني شويه اللي هو الديستال، ودايما بيكون شبه ايفل تاور، يعني من تحت ناحيه الانسايزال سايد بيكون عريض ومن فوق بيكون رفيع، مع مراعاه ان الترانزيشنال لاين سوري السكندري اناتومي دولت التو ديبريشنز دولت ما بيعدوش الميدل ثيرد، يعني هم على قد الانسايزر والميدل ثيرد، سيرفايكال ثيرد لا ما بيوصلوش لغايه فوق كده. طيب احنا برضو في فيديوهات بتوضح الموضوع بشكل كويس، خلينا نبدا ناخد حاجه حاجه. ده شكل الاناتومي بتاع الاسنان. دايما عايز اقول لك ان الانجل الانسايزال انجل او الانسايزال امبريجرز ما بين السنترالز وبعضها بيكون اقل حاجه،
ما بين السنترال واللاترال بيكون اكبر شويه، ما بين اللاترال والكناين بيكون اكبر خالص، فده بتراعيه دايما دايما بتراعيه وانت بتشتغل حالات الانتيريور فينيرز. برضه من الحاجات الظريفه جدا ان انت وانت بتشتغل على سنجل توس كلاس 4 مثلا او سنجل توس فينيرز، فانت ممكن تجيب السكندري اناتومي بتاع التوس بتاعك من الادجيسنت بان انت تجيب ارتكليتنج بيبر وتمشي بيها على الليبيال سيرفيس وتشوف اماكن الديبريشنز واماكن الاليفيشنز فين، واللي تبدا تعمل لها ميمك في التوس اللي جنبها، وبالتالي تبدا تطلع نفس الاناتومي بالظبط. برضه هنا انا بستخدم الارتكليتنج بيبر عشان اكونفيرم ان الاناتومي اللي هنا تقريبا بقى شبه اللي هنا، لو في اماكن معينه عايزه تتشال منها او تتزود نبدا نظبطها. البيريو بير من الحاجات الظريفه اللي انت ممكن تشتغل بيها. البيريو بير ده عباره عن بير كده احنا بنشتريه وبتستخدمه على اللوز بيد، موجود في اكتر من شركه استاذ محمود انتنسيف موجود عنده بيريو بير، اعتقد سعره في حدود 100 جنيه. ميزه البيريو بير يا جماعه ان هو بيديك نفس السيرفس تكتشرز بتاعت الاسنان الطبيعيه، دي ميزه قويه جدا جدا، فانت ممكن تستخدم البيريو بير كاخر خطوه في الفينشنج عشان تمشي بيه على الليبيال سيرفس، وبالتالي هيديك نفس السيرفس تكتشرز بتاعت الناتشرال توث، وبالتالي هيديك شكل ممتاز جدا للريستوريشنز بعد ما تخلص. زي ما قلنا الديسك بيكون ليه استخدامات كتير جدا، اهمها ان انت تعمل راونديشن اتجاه الحركه بتاعي من البروكسيمال سايد للليبيال سايد عشان اعمل الترانزيشنال لاين انجل، اتجاه الحركه بتاعتي على الليبيال سيرفيس من عند السيرفيكال ثيرد للانسايزال ثيرد، وكمان لو عايز اعدل اي حاجه في الانسايزال ايدج اللي تبقى موجوده عندي بتتم بخلال الديسك. ده شكل البيريو بير اللي احنا بنتكلم عليه، البيريو بير من البيرز اللي حضرتك بتستخدمها، ده شكل البير لو حد حابب يبقى يشتريه موجود من عند الاستاذ محمود انتاسف الراعي معانا في الايه؟ في البروجرام. طيب خلينا نبدا نشوف كل الخطوات اللي احنا شرحناها في الفينشنج ده نبدا نطبقها فين؟ على ال على ال بالفيديوهات عشان تبقى الناس متخيله الوضع بتاعنا في الفيديو عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده انا ايدي بتبقى مايله 45 ديجري على الانسايزال ايدج، و بتبقى زيرو انجل على الميدل ثيرد، اخر حاجه على السيرفايكال ثيرد بيكون ايدي 45 ديجري. وطبعا بعد ما اخلص ابدا اخد الديسك عشان يظبط الجزء اللي موجود عندي. البيريو بير مش بدل الديسك يا دكتور، البيريو بير بيديك السيرفس تكتشرز بعد ما بتخلص، ومهم جدا على حسب وضع السنان اللي موجوده عندك. يعني انت بتتعامل مع يونج ايج سن صغير دايما بيكون ستيل سيرفس تكتشرز موجوده، لكن لما بتبدا السن يكبر بيبدا يحصل وير في الاسنان وبالتالي السنان بتبقى فلات، فانت ممكن ما تحتاجوش، فساعتها انت بتستخدمه اكوردنج تو الكيس اللي موجود عندك. برضو من الحاجات اللي انت بتحتاج فيها البيريو بير بشكل كبير جدا ان انت تعمل السكندري اناتومي، الديبريشنز انا بعملهم بالبيريو بير بيسهل عليا شغل كتير جدا جدا عشان هو دايما بيكون على اللوز بيد. في سؤال بس متكرر، اللايف هيفضل في مكان ده؟ تنويه بسيط عادي خالص، الناس اللي عندها شغل ممكن ترجع شغلها عادي خالص. اللايف هيفضل في موجود لغايه ميعاد المحاضره الطبيعي والرسمي وهيتساب بعدها فتره كمان، فما تقلقوش من النقطه دي. طيب تاني خطوه بتكون هي الترانزيشنال لاين انجلز، خلينا نبدا نبص على الترانزيشنال لاين انجلز بنعملها ازاي. في الترانزيشنال لاين انجلز دايما باخد بالي ان الانجلز ديت بتكون ما بين البروكسيمال سايد وما بين الليبيال سايد. اللعبه في الانجلز دي ممكن يديني اوبتيكال الوجن ان السنان رفيعه، او لو انا زودتها شويه يديني اوبتيكال الوجن ان هي تبقى السنان عريضه. لو اخد بالنا كده هنلاقي ان انا بخش بالتاب بتاعه الديسك واخد الانجل بتاعتي من البروكسيمال سايد واطلع بيها على الليبيال سايد، ده بيمكنني او بيسهل عليا ان انا اعمل راونديشن لهذا الامر.
لو انا هبدا استخدم البير علشان استخدم اعمل ترانزيشنال لاين انجل من غير الديسك، بمشي بالبير 45 ديجري بالشكل ده، مايل على الليبيال سايد، التب بتاعت البير ناحيه البروكسيمال سايد، وابدا امشي سنه صغيره فتديني الراونديشنز اللي احنا عايزين. تمام، الصوت تمام اهوت والمحاضره شغاله تمام مفيش مشكله. طبعا ما ننساش الانجلز، سواء الديستال انجل بتبقى راوندد، وبالنسبه للميزيال انجل بتبقى شارب انجل. فدي برضو من الحاجات المهمه جدا ان انت تاخد بالك منها برضو انت بتبدا تقام الايفالويشن. لو انت بتشتغل حاله كومبوزيت فينيرز وفيها مالتيبل تيس انت اشتغلت عليها، بتراعي على حسب بقى انت بتشتغل مع فيميل بيشنت ولا ميل بيشنت، لان ده هيبدا يحدد معاك الشكل الانجلز بتاعت الاسنان. السكندري اناتومي، لو انا ببص على الارتكليتنج بيبر فانا ببدا اشوف الجزء اللي موجود عندي هنا واعمل شكله في الناحيه الثانيه. السكندري اناتومي ده دايما احنا بنجيبه من السنه اللي جنبها. طيب لو انا بتعامل مع توس او بتعامل مع حالات كومبوزيت فينيرز، انا اللي حاطط على الاسنان كومبوزيت من كل الاتجاهات. هنا انت بتراعي ان انت تخلي بالك ان السنترالز تبقى شبه السنترالز بالظبط، واللاترال تبقى شبه اللاترال، والكناين تبقى شبه الكناين. ايا كان السكندري اناتومي اللي هتعمله، بس في النهايه لازم يكون متماثل او في كوانسيدنس ما بين السنان، السنه والكولاترال بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده عشان يدي لك الشكل المظبوط. لكن لو في توس منهم فيها شكل مختلف عن التوس الثانيه، هتفوجئ في النهايه ان الكيس شكلها مش حلو. طيب نبدا هنا، بس بعمل كونفرميشن للشكل اللي موجود عندي. بعد كده نبدا نعمل خطوات البوليشنج. خطوات البوليشنج بتاعتنا، اول خطوه في خطوات البوليشنج بتاعتنا ان احنا بنعمل بري بوليشنج باستخدام الكابس. الكاب ديت الكاب اللي حضرتك بتستخدمها، انا بفضل السنجل كاب. احسن كاب ممكن تشتريها موجوده في الماركت هي الوان جلوس بتاع شركه شوف، سعرها 35 جنيه سنجل يوز، سنجل كاب، يعني ما بتحتاجش اكتر من واحده. كنت ايام زمان بستخدم الكندا، بس عيب الكندا اللي هي كانت 3 ستيب. شوفوا سعرها 35 جنيه، بيشتري دايما الفليم شيب اللي بالشكل ده. دي فيها ميزه رائعه جدا ان هي بتنفع معاك في الانتيريور تيس وبتنفع معاك في البوستيريور تيس. خلي بالك ان الستبس دي هي نفس الستبس بتاعه البوستيريور، فدايما بعد ما بشيل الهاي بوينتس في البوستيريور واشيل الاكسس اللي موجود عندي، ببدا اعمل بولشنج بالكابس. الكاب ديت زي هي بتبقى خطوه بري بولشنج، فهي وظيفتها ان هي بتهيئ السيرفس، بتشيل الرفنس اللي كانت موجوده. تمام، بشيل الرفنس اللي كانت موجوده. حركه الكاب دايما بتكون فيرتيكال مانر، يعني ما بتخشش بيها هوريزونتال خالص. لو عملت بيها هوريزونتال فهيديك ايحاء ان السنه شكلها عريض، خاصه لو السنه بتاعتك شكلها شورت، فهيديك شكل مش ظريف. دايما لما تشتغل بالكابس خلي ايدك دايما فيرتيكالي من اول السيرفايكال لغايه الانسايز، هتبدا تديك الهوريزونتال لاين وتبدا تبين السكند الاناتومي اللي موجود عندك، وبالتالي هتبدا تديك الناتشرال لوك بتاع الاسنان. لو مشيتها هوريزونتال هتديك ايحاء ان السنان دي شكلها عريض قوي، وفي نفس الوقت مش هتديك نفس الشكل الناتشرال بتاع الاسنان. بعد ما بتستخدم الكاب بتبدا تستخدم الامبريجنيتد براش، وهنا في اكتر من امبريجنيتد براش موجوده في الماركت، سواء كانت مثلا اشهرهم على الاطلاق ويعتبر ارخصهم بتاعت اينا اللي هي تقريبا بتمثل تماما 80 او 90 جنيه. و الامبريجنيتد براش دي انا بتبقى هي عباره عن براشز فيها من جواها بارتكلز اسمها سيليكون كاربايد ابليزف بارتكلز، والبارتكلز ديت هي اللي بتعمل البولش بتاع الاسنان. ممكن احيانا في السنان البوستيريور انا بستخدم الخطوتين دول بس، ممكن ازود شويه بان انا استخدم الجوت هير ده، اللي هي البراش اللي اسمها جوت هير، من غير اي بيست او من غير اي حاجه خالص على اللو سبيد. ميزه الجوت هير ان هي بتلمع تلميع غير طبيعي، خاصه لو شغلتها على سرعه قليله ومن غير حتى اي بيست خالص. طيب يبقى الخطوات بتاعت البوستيريور في البولشنج هتبقى البري بولشنج بالكاب والامبريجنيتد براش، ويفضل برضو ان الامبريجنيتد براش تكون على شكل الفليم شيب،
واخر حاجه خالص الجوت هير هتديك شكل لمعان غير طبيعي. يمكن في الانتيريور بنبدا نطعم بس بحاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه هي الدايموند بيست، وبستخدم فيه ال 1 مايكرون، و والحاجه الثانيه اللي هي بستخدم فيه اللي هي الالومنيوم اوكسايد. الالومنيوم اوكسايد بستخدمه مع الفيلت ويل، والدايموند بيست بستخدمه مع الجوت هير. يبقى ترتيب الانتيريورز هيبقى اول حاجه الكاب، تاني حاجه الامبريجنيتد براش، تالت حاجه هي الدايموند بيست مع الجوت هير، والالومنيوم اوكسايد مع الفيلت ويل. سينك ان الفيديو ده هيشرح تفاصيل الخطوات الفينيشنج والبولشنج. هنا انا كنت بستخدم الكندة. الكندة بتكون 3 ستيب، بتبدا بالابيض، بعد كده الاخضر، بعد كده البينك، تمام. بعدها بتبدا تاخد الامبريجنيتد براش، وهنشوف الامبريجنيتد براش دلوقتي. بعدها بتبدا تستخدم الجوت هير والفيلت ويل. هبص برضو على الأسئلة كده نظرة سريعة. الأسئلة بتاعتي فين الجلابية؟ الجو حر. البيري وبير بدأ الديسك، احنا جاوبنا السؤال ده. هو أصلا ممكن يكون التو سنترز مكسورين، ساعتها السكندري أناتومي أنا اللي برسمه. قلنا لحضرتك ان احنا بنرسم السنتين، بنقسم بالتو لاينز دول السنان للثري سيرد، براعي ان فيهم واحد اطول من الثاني، براعي ان السن دول يكون قد زي دول بالظبط. ممكن اسم الكاب وان جلوس من شوفوا وان جلوس من محمود انتنسيف. عارف ايه ده؟ يتم تشكيل الاناتومي بعمل السنترال باوند، يعني الدكتور اللي بيحدد. ماشي، ممكن تسيب المحاضره. ما احنا ان شاء الله يا دكتور سامويل احنا هنسيب المحاضره حاجه، ما لحقناش حاجه النهارده، ما احنا هنسيب المحاضره عادي ببساطه جدا، ممكن نلحقها عادي بعد ما نخلص. طيب ديت الامبريجنيتد براش زي ما احنا شايفين. الامبريجنيتد براش دايما بتحاول قدر المستطاع ان انت ما تعملش اي بريشر. خطوات الفينشنج بتتم من غير كولنت، ووتر سبلاش بس زي ما احنا بنعمل كده. خطوات البولشنج بتتم بووتر سبلاش، اول يعني خدت ميه كده من حين الى اخر. دايموند بيست اللي موجود عندي بيبقى 1 مايكرون، بتبدا تستخدم الدايموند بيست على التوس، بتستخدم معاه الجوت هير، دي اسمها جوت هير براش، موجوده في دنتال تاون، بتاعها ب 37 جنيه. الحاجة التانية هي الألمونيوم أوكسايد، الألمونيوم أوكسايد، وديت بتبقى لسه الألمونيوم أوكسايد ما جاش. موضوع الإندكس يا دكتور من فضلك، موضوع الإندكس مش عارف إيه موضوع الإندكس ده يا دكتور كرم، ممكن بس تقوله تاني معلش؟ دي هنا الألمونيوم أوكسايد مع الفيلتويل علشان يعمل اكسترابولشنج للأسنان. بعد ما بخلص دي الفيلت ويل تبقى عامله شبه القطنه كده. بعد ما بخلص الفيلت ويل، بشيل بقى الالومنيوم اوكسايد ده بالووتر، ببدا اشغل الفيلت ويل دي من غير اي الومنيوم اوكسايد او من اي غير اي بيست على التوث بيست، تنضف اي بقايا من البارتكلز اللي كانت موجوده، وبتديني لمعان شكله حلو جدا. هنبدأ من ايام اكستريم ده. نبدأ نراجع تاني خطوات البولشنج. قلنا البولشنج بتاعتنا بتبقى يا اما الكاب 3 ستيب، بتفرد
بتتفك من الهاندل وهي شغاله، اعكسي حركه اللوز بيد. الفيلت ويل لما تتفك من الهاندل وهي شغاله، لفي كده دلوقتي البتاع بيلف مع ربط، مع مسمار الربط، اعكسي حركه الهاند بيس. الهاند بيس بيتم ممكن تتحرك يمين وممكن تتحرك شمال، خاصه في اللوز بيد. غيري الحركه بتاعت الهاند بيس، خليها تلف مع الربط. فاهمه الحته دي؟ لا مش واخده بالك منها. السنجل كاب نوعها ايه؟ السنجل كاب بتاعت شوفه خساره، هتشوفه. لو سنترال مكسوره بكملها بواكس ولا بكمبوزيت واخد مقاس ولا في طريقه تانية؟ الاندكس يا دكتور بيتم بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه هي ان انت تاخد امبريشن، تصب الامبريشن دوت وتكمله واكس، وتاخد الاندكس بتاعتك على الكاست. الطريقه الثانيه ان انت ديت طبعا بتحتاج زي ما انت شايف كده بتاخد امبريشن صب والى اخره. الطريقه الثانيه ان حضرتك تبدا في بوق العيان دايركتلي، تزوده بحته كومبوزيت رخيصه من غير لا اتش ولا بوند، وبعد كده تاخد اندكس عليها. ميزه الطريقه الثانيه ان انت العيان بيبدا يشوف الموك اب وانت كمان بتشوف الموضوع ده، الويتس واللينس، بس عيبها ان هي بتاخد وقت شويه طويل في العياده. الطريقه الثالثه ان انت بتاخد الاندكس على الوضع ده وهي مكسوره، وبعد ما بتاخد الاندكس وهي مكسوره بتبدا مش عارف في صوت خبط بره جاي، وتبدا بعد ما تاخد الاندكس وهي مكسوره تبدا تعدل الجزء اللي موجود، يعني تشيل من الاندكس. بعد ما اتعلم بقلم رصاص طريقه اسمها بي ار بي، ممكن ابقى انزل عليها فيديو مفيش مشكله على البتاع اللي موجود عندي. الجوت هير والفيلت ويل سنجل يوز ولا اوتوكلافابل؟ بص، هو حرف، هو المفروض ان هما سنجل يوز، بس احنا بنعقمهم عادي، مفيش اي مشكله في النقطه دي. ثانيه واحده كده يا شباب. سوري يا جماعه معلش. طيب نرجع نكمل الجزء بتاعنا، نبدا بقى نشوف نعمل شويه برزنتيشن لانتيريور تيس او حالات كلاس 4، نبدا ناخد منها شويه تيبس وتريكس ونتكلم عن شويه حاجات فيها بشكل افضل. طيب احنا هنا عندنا بيشنت عنده فراكشر في الابر سنترالز اللي موجوده. لما نبدا نبص على الكيس بشكل طيب، الجزء ده مكسور، عايز ابدا اعمل اناليسز للكيس اللي موجوده عندي. نركز كده مع بعض. لو احنا بنبص على السنان دايما الانسايزال ايدج بيكون فيها زي ترانسلوسنسي او اوباليسنس، يا اما مديه اوباليسنس ده يعني لون ازرق، او ترانسلوسنسي بتكون شفاف، وده بيبان دايما في السن الصغير، ولكن مع مرور العمر كل الانسان ما بيكبر كل ما الكاركترايزيشن دي بتروح، وبالتالي دايما بتلاقي الحاجات دي في السن اللي هو مثلا يعني يا اما يانج ايج يا اما ميدل ايج، يعني مثلا بنتكلم في 10 سنين لغايه مثلا 20 25 سنه، ده مينلي اللي بتلاقي فيهم الجزء ده اللي هو الترانسلوسنس بتاع الانسايزر ايج ده. طيب براعي دايما ان الجزء بتاعي وانا بعمل الشيد بتاعت الدنتين بتاعتي بجيبها من على السيرفايكال بارت. انا عايز نركز شويه كده في النقطتين دولت. السيرفايكال بارت بتاع التوس هو اكتر مكان تقدر تجيب منه لون الدنتين اللي انت عايز تشتغل عليه، لكن اكشولي لو انت عايز تجيب لون الدنتين بالظبط روح للسيرفايكال بارت اوف ذا كناين. روح للسيرفايكال بارت اوف ذا كناين ليه؟ لان السيرفايكال بارت اوف ذا كناين غالبا ما بيكونش عليه انامل، فبيكون باين لون الدنتين بشكل كبير. دايما كانوا بيقولوا لنا ان الكناينز مور داركر ذان الانسايزرز. طيب عشان كده احنا اكتر مكان نجيب منه اللون بتاع الدنتين هو السيرفايكال بارت اوف الكناين، رقم واحد. رقم اتنين، لما بعوز اجيب الانسايزال ايدج بتاعتي بجيبها من على بجيب قصدي الانامل بتاعي بجيبه من على الانسايزال ايدج، ده اكتر مكان بيكون فيه الانامل بتاعي بشكل كبير.
زي ما احنا شايفين كده انا ببدا الجا لفكره البوتنس تكنيك. طيب ايه فكره البوتنس تكنيك؟ ان حضرتك بتختار الشيدز بتاعه الكومبوزيت اكوردنج تو الكيس اللي موجود عندك والسيرنج اللي موجود عندك. يعني انا دلوقتي عندي لونين او ثلاثه من الدنتين، ببدا اخد حته من الدنتين ده واجربها على السيرفايكال بارت اوف ذا توث واعمل لها كيورنج. باخد حته از بول بتبقى تقريبا 1 ملم 1.5 ملم واعمل لها كيورنج. طب انا هستفيد ايه من هذا الامر؟ هستفيد ببساطه جدا ان انا بشوف لون السنان مع لون الكومبوزيت بتاعي اللي انا اخترته. مش بس كده، ده انا براعي وباخد بالي ان في بعض الحالات بعض الانواع من الكومبوزيت بيحصل لها تغير في اللون بتاعها بعد ما حضرتك تعمل لها كيورنج. اذا اكتر طريقه ريابل تقدر تشتغل عليها وانت بتعمل شيد سيلكشن ان انت تستخدم البوتنس تكنيك، حته الكومبوزيت تحطها على السيرفايكال بارت بتاعت التوس وتبدا تعمل لها كيورنج. لو انت شاكك في شيدز او اتنين او تلاته بتبدا حضرتك تختار الشيدز على حسب الجزء الموجود عندك. دايما بختار زي ما قلنا الدنتين من على السيرفايكل والانامل من على الانسايزر، ولو انا عايز اكون اكريت قوي او انا عندي بعض الشكوك بروح اجيبه من على السيرفايكل بارت اوف ذا توث. احيانا تيجي تبص على كيس تلاقي تو شيدز بتوعك مثلا شيد افتح وشيد اغمق، بمعنى انا عندي مثلا دي 3 ودي 4، دي 3 فاتح جدا دي 4 غامق سنه كده. طيب يبقى انا ممكن اعمل ميكس ما بين الاثنين، ميكس ما بين الاثنين ان انا بحط لاير من الغامق وفوقيها لاير من الفاتح. طيب لو انت عندك داوتس ما بين تو شيدز، شاكك كده مش قادر تحدد هو دي 3 ولا دي 4، دايما في الدنتين بنختار الاغمق ما بنختارش الافتح. يعني لو انا عندي داوتس بتوين تو شيدز في الدنتين بلجا للاغمق ما بلجاش للايه؟ للافتح. ده بالنسبه للدنتين. الانامل دايما بروح للجزء اللي موجود عندي الانسايزر سيرت. البلاك اند وايت فوتو من اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدك وانت بتعمل تحدد لون الانامل فاليو او تحدد الفاليو ان جنرال. يعني لو انت مثلا محتار شويه خد صوره مونو بالموبايل هيديك شكل الاسنان. اللون او الكومبوزيت اللي ما تقدرش تحدده بسهوله من صورة هو ده أكتر حاجة مناسبة للسنة بتاعتك. دايما البيفل بتاعي بيكون لونج فيشيال بيفل، والبيفل ده لازم يكون فيه شوية بريباريشن، يعني لازم تشيل شوية من التوش عشان تسمح بإن الدنتين بتاعك يبدأ يعوض المكان اللي موجود عندك هنا. أنا هنا واخد البيفل بتاعي بحدده، بعد ما شلت البيفل ببدأ أجيب ديسك وأخلي البيفل ده ملوش أي مارجن، حاجة اسمها انفينيتي مارجن. والانفينيتي مارجنز دي بتخلي التوس ريستوريشن انترفيس كومبليتلي هيدن، وبالتالي ما بيبقاش في اي لاين اوف ديماركيشن موجود. البيلد اب بتاعنا، لو انت بتتكلم على البيلد اب، المفروض ان انا بيبقى عندي البلاتال شيل لاير واللي بتبقى متكونه من الانامل او احيانا بعملها من الفلوبل كومبوزيت. بعد كده البروكسيمال لاير بتكون من الانامل، البلاتال شيل والبروكسيمال بيكون السكنس بتاعهم 0.5 ملم. طيب انا هعرف ال 0.5 ملم ده ازاي في البلاتال شيل؟ لازم تكون شفافه لدرجه ان انت شايف لون الاندكس اللي انت بتشتغل عليه. بعد كده بنبدا نعمل ابلكيشن للدنتين، ودايما لازم تاخد بالك ان الابلكيشن بتاع الدنتين بيكون شبه المثلث، يعني البيز بتاعت المثلث ده عريضه ناحيه السيرفايكال بارت، وكل ما بتروح ناحيه الانسايزل البارت اللي موجود عندك البيز بتاعتك تبدا تقل. ودايما الدنتين بيغطي تلتين البيفل بتاعك، دايما الدنتين يغطي تلتين البيفل بتاعك عشان تضمن ان يكون مفيش اي لاين اوف ديماركيشن موجود. على حسب الكالر ريسبي اللي انت بتستخدمها، لو عندك ستينز بتحطها دلوقتي قبل ما بتحط الفاينل لاير، ولو عندك اي ترانسلوسنسي او وات ايفر بتحطها في النهايه بتحط الانامل. الانامل دايما وانت بتعمل له ابلكيشن بيكون السكنس بتاعه اقل حاجه، لان السكنس بتاع الانامل لو زاد هيديك اللون الجراي. لو السكنس بتاع الانامل لو زاد هيديك اللون الجراي. ده لو انا بشتغل انامل ودنتين. طيب هل انا ينفع استخدم البادي شيد او اليونيفرسال كومبوزيت عشان اعمل منه حاله كلاس 4 وتكون منها ساتسفايد؟ ينفع. طب ازاي اقدر اعمل ده؟ ببساطه جدا، اول حاجه لازم تقسمها الشيدز اللي موجوده عندك بتبقى A1 A2 A3. دايما ال A1 بتاعي ده انا بتعامله كانه انامل،
والاي 2 والاي 3 بعامله كانهم دنتين. لو انا البيشنت بتاعتي الشيد بتاعته اللي انا اخترته كان اي 2 شبه السنه كان اي 2، دايما اختار واشتغل باي 3 دنتين مع اي 2 دنتين، يعني احط لاير من هنا لاير من هنا عشان يديني الفاينل كولر الاي 2 وما يبقاش فيه اي لاين اوف ديماركيشن ولا يكون فيه اي جرينس في الشغل بتاعي. في النهايه خالص بحط عليهم لاير صغيره من الاي 1. اذا انا محتاج وانا بشتغل يونيفرسال اتليست اي 1 اي 2 اي 3 3.5 عشان اشتغل كام حاله او كام سنه اشتغل اي 2 و اي 3 وممكن اشتغل اي 1 لو انا عايز اكبر الشيء اللاير بتاعت الاي 1 الفاينل لاير اللي موجود عندي. فدولت النقطه اللي هي بتاعه اليونيفرسال من غير انامل ودنتين. طبعا بيبقى فيه شويه موديفيكيشن في البيفلز بان انت تزود البيفل شويه. الحاجه الثانيه نقطة البيفل تاني، طيب بعمل يعتبر بعمل ستيب وبعد كده بعمل إليمينيشن للمارجن. بالظبط كده دكتورة مريم، بالظبط بعمل ستيب علشان أتأكد إن السيكنس بتاعي قليل، إن أنا شلت شوية من التوز، بس الستيب دي أنا لو سبتها هيبقى فيها لاين أوف ديماركيشن واضح وصريح وأعمل مشكلة بعد كده، فلازم أعمل لها إليمينيشنز بعد ما بخلص. هنا أنا عملت، كان في حد بيسأل على الإندكس، أنا هنا خدت حتة كومبوزيت عملتها في بق العيان دايركت موك اب ابروش وخدت حته الاندكس اللي موجوده عندي وبعد كده عملت الاندكس، خدت الاندكس ديت حطيت البلاتال شيل لاير بعد كده الدنتين وغطيت بيه تلتين البيفل اللي موجود عندي، كان في عندي هنا اوباليسنس فحطيت اللون الاوباليسنس بتاعي، وفي النهايه حطيت الفاينل لايرز اللي هي الانامل لاير اللي موجوده عندي، ودايما اخد بالي من الانامل يكون اقل حاجه. بعد كده ببدا اعمل الفينيشنج والبولشنج بتاعي، وده ميديتلي بعد ما خلصنا نبدا نبص على العيان بعدها في الفولو اب. ده شكل الاناتومي بتاع الاسنان، الخطوط العرضيه ده يا شباب، الخطوط العرضيه الكتير ده اللي جنب بعضها كتير قوي قوي قوي، هتلاقي نفس السيرف ستكتشر اللي هنا كده. بص على السنترال دي وبص على السنترال اللور اللي تحت، الخطوط دي عشان تقدر تعملها اللي بيعملها لك فعلا بقى هو البيريو بير. تمام. وهنا بعد ما خلصنا العيان وده في الفولو اب بتاعت الحاله، ده تقريبا بعد سنتين او ثلاثه حاجه كده من الشغل بتاعنا، البيشنت بيحتاج بس يعمل فينيشنج وبولشنج كمان مره. طيب خلينا نشوف كيس ثانيه، نقطة اليونيفرسال تاني. نقطة اليونيفرسال تاني أنا محتاج إن أنا يكون معايا أتليست 3 شيدز أو 3 شيد 2A3A1. الـ A2 والـ A3 بيشتغلوا معايا إن هما يدوني شيد من A2 لـ من A3 لـ A2. لو أنا زودت الفاينل السيكنس بتاع الفاينل لاير اللي هو الـ A1 ممكن يديني الشيد بتاع الـ A1. دايما بحط اتنين لايرز مع بعض من اليونيفرسال علشان اليونيفرسال كومبوزيت لو السيكنس بتاعه زاد هيديك لون جراي، دايما احط A3 تحت وفوق A2، ده في النهايه هيديني A2 من غير ما يديني لون جراي. تمام. الحته الصغيره بتاعت الاي 1 لو انت عايزها تبان تزود السيكنس بتاعها، لو انت عايزها ما تبانش بتخليها اقل حاجه علشان تبقى شفافه تديك نفس الجلوس بتاع التوس. يعني ايه اخلي الدنتين لاير تلتين البيفل؟ يعني الدنتين لازم يطلع فوق البيفل يغطي تلتينه ويبقى يسيب تلت واحد بس للانام. يعني ايه الدنتين ياخد تلتين اللي لسه قايلينها دلوقتي؟ ماشي. الحاله ديت هنبدا نبص على الفراكشر اللي موجود عندي، نفس الفكره بنفس الاناتومي. Large bevels of 2 millimeters. It is better for static and fracture resistance. Yes. ده سؤال ولا ده معلومة؟ هنا احنا بنختار اللون بتاع الدنتين وبعد كده بنختار اللون بتاع الانامل. الصورة البلاك اند وايت هنا اللي موجودة عندي، بيكون دايما عندي حاجة اسمها color recipe، والcolor recipe دي يعني وصفات الألوان بتاعتنا على حسب والله هستخدم انامل ودنتين وستينز وإفكت ولا هستخدم انامل ودنتين أو هستخدم انامل ويونيفرسال. طبعا ده بيتجاب كله من الاناليسيس بتاع الكيس اللي في الاول. بعد كده بنعمل البيفل، نبص على الخطوات بتاعت هنا احنا عملنا
الطريقه الثانيه الاندكس، ان انا اخدت امبريشن عملت عليه واكس، والواكس ده عملت عليه خدت اندكس، والاندكس دي هي اللي عملتها على التوس وبدات اشتغل من خلالها. طيب بعد كده البلاتال شيل لاير، بروكسيمال شيل لاير، بعد كده الدنتين. بص هنا بقى على الصوره اللي تحت دي، دي معناها ايه؟ ان الدنتين يبدا يغطي 2/3 من البيفل، يسيب حاجه صغيره جدا، حته صغيره جدا من البيفل دي اللي هي هتتغطى بمين؟ بالانامل. والانامل بيكون، الانامل بيكون سلايتلي اكسس. طيب ايه سلايتلي اكسس؟ عشان يسهل عليك خطوات الفينشنج والبولشنج. الدنتين بيكون واخد شكل المامولونز، يعني انا اقدر احط هنا دلوقتي اي ستينز او اي اوباليسنس افكت موجود عندي. بعد كده بعمل كيورنج وابدا خطوات الفينشنج والبولشنج. طيب احنا بنعمل الجزء البلاتال بالفلوبل عادي، نحط لاير من الكومبوزيت ونعمل كيورنج عادي، مفيش مشكله خالص. يعني انا كده مش باخد شيد اللي انا اخترته في حاله اليونيفرسال، باخد، لا طبعا باخد شيد اغمق منه كمان وحته صغيره من الافتح لو انا عايز اخلي اللون بتاعه بتدرج الالوان بتاعته. بعد كده ابدا خطوات الفينشنج والبولشنج، وده ايميديتلي بعد ما خلصنا الايه الكيس. اخر كيس عندي كان فيها ازاي نعمل الوايت ستين، نفس الخطوات بس ازاي نقدر يبقى نعمل اليلو كراك والستينز ونرجع نفس الشكل بتاعنا. نفس الستيب، نفس خطوات البيفل اللي موجود عندي، الاندكس هنا بالاندايركت واكس اب، البلاتال شيل دايما ببني البروكسيمال، هي نفس السكشنال ماتريكس اللي استخدمتها ولكن بحطها واقفه ستريت. بعد كده ابدا احط الدنتين، وانا عايز دلوقتي اجيب اليرو كراك، عملت على الكراك ده بالطول وحطيت نقطه يلو ستين زي ما حطيناها امبارح في البوستيرير في النص، وشلنا الاكسس، حطينا الدنتين، كان عندنا كمان نقط من الوايت ستينز حطيناها ووزعناها، وحطينا في النهايه الفاينل لاير بتاعت الايه؟ الانامل لاير. بعد كده عملنا خطوات الفينشنج والبولشنج. رايك في البيس كفر فروم بيسكو؟ ما اعرفوش اصلا البيس كفر ده. بعد كده عملنا خطوات الفينشنج والبولشنج immediately. بعد كده استنينا الري هايدريشن، ده الفاينل ريزلت بعد الري هايدريشن. ثينك ان البيشنت دي كمان كان فيها فولو اب، ده البيشنت السمايل، وده الفولو اب بتاعت العيانه بعد فتره. طبعا كل فتره كده كل سنه بجيب العيان يعمل حوالي ايه فينشنج وبولشنج علشان الجزء بتاعي ما يبقاش فيه اي ديفكت. بكده نكون خلصنا الجزء بتاع الكومبوزيت مديول ان شاء الله بامر الله واذنه. المفروض هنبدا الريستوراتيف الفيكسد الكراونز مع دكتور توفيق من اول بكره. اتمنى تكون الجزء ده كان مفيد، هرجع عيد تاني عشان الناس اللي داخله من الاخر. المحاضره هتفضل ان شاء الله موجوده لغايه ما يجي الميعاد الرسمي بتاعها، هتفضل موجوده بعد الميعاد الرسمي بتاعها كمان شويه عشان لو حد فاته المحاضره يبقى في اي وقت يقدر يشوف المحاضره بدون اي مشكله. انا بس كان عندي ظرف في بالليل فما كنتش هقدر ابقى موجود، فعشان كده قدمت الميعاد شويه وقلت اسيبها على الجروب الفتره كامله. هبدا ابص على الاسئله برضو، ولو في حد عنده اي سؤال يسيبه. كنت سعيد معاكم، كنت سعيد جدا بالثلاث ايام دولت، ارجو ان يكون انتوا حققتوا الاستفاده منهم ان شاء الله بامر الله واذنه. في لسه حاجات تانية هنعملها الفتره اللي جايه بعد انتهاء البروجرام، اتمنى ان انتوا تتابعوا معانا في الجروب. الفينشنج والبولشنج يا دكتور بعد ما اعمل انتهاء لللايف، ارجع شوف اللايف تاني هتلاقيه اول حاجه اتشرحت في الاول، تمام؟ لو البيفل اكتر من 2 مللي هذا شيء افضل، مفيش مشكله بس مع مراعاه دكتور مصطفى، مع مراعاه ان هو ما ياثرش على التو ستراكشر، يعني ما يعملش اكسبوجر. واحيانا بزود البيفل لو انا هشتغل يونيفرسال كومباس. ممكن اللايف بتاع امبارح ان شاء الله انزله حاضر، مفيش مشكله. اللايف ده مسجل برضو ان شاء الله، اتاكد بس ان هو مسجل. ايوه هو